وين لعبات فين وضرب الله الله فوزي أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج لقاء خاص عبر القناة الرياضية من تلفزيون دولة الكويت. نستكمل حديثنا مع النجم محمد وعباس، أحد أبرز نجوم كرة السلة في دولة الكويت والنادي العربي. سمعنا تفاصيل بدايته في كرة السلة، وسمعنا في يعني وصولا إلى الفريق الأول في الحلقة السابقة. الحلقة هذه راح تكون عن تاريخ محمد وعباس من بداية صعوده في الفريق الأول مع النادي العربي إلى يعني نهاية مسيرته وتوقفه عن ممارسة كرة السلة، وراح نعرف أسباب كثيرة لعدم انضمامه لمنتخب الكويت لكرة السلة. ما ودي أطول عليكم، خلونا نشوف التفاصيل ونشوف هذه الحلقة مع الكابتن محمد وعباس. للأمانة أنا كنت أتشرف أو إنه يشرفني انضمامي للمنتخب، ولكن للأسف ما صارت فرصة إني أنضم للمنتخب، مع العلم إن أنا جاتني إخبارية وأنا بالمراحل السنية، قال لي أخوي ترى في كلام واسمك مدرج مع لاعبين المنتخب للمراحل السنية، بس ما صار بشكل كبير إني أمثل المنتخب يعني، وكان كنت أتشرف وأتمنى إني ألعب مع المنتخب، بس الأمانة ما صادف إني أكون من ضمن لاعبين منتخب الكويت أو ألبس الفينيلا الزرقاء يعني. أبرز إنجاز هو صراحة يعني أتوقع لغاية اليوم ما أحطم هذا الرقم يعني، العربي من بعد 30 سنة ما حقق أي بطولة في كرة السلة. 2008 حققنا بطولة كأس الاتحاد 2008 ضد نادي الكويت يعني، وكانت هذه إنجاز يعني مقرب الى لليوم يعني الناس تتكلم فيه بالنسبه حق انجاز اخر انجاز تحقق العربي في كره السله يعني. شوف يعني انا سعيد وحزين بنفس الوقت يعني، سعيد اني انا كنت كابتن الفريق وانا شلت كاس الاتحاد بعد 30 سنه العربي لم يحقق اي بطوله في كره السله، وحزين بنفس الوقت اني انا اشوف تراجع بعد ما انت حققت بطوله المفروض ان العربي يكمل ما يوقف على هذا ويكمل بالبطولات يعني ويكمل في هذه الإنجازات، بس بعد تدري يعني ظروف الإدارة أو شنو توجههم والأمور هذه، بعدم توفيق، مشاكل يمكن إدارية، مشاكل لاعبين، مشاكل الأمور هذه، فهذا اللي خلت العربي يمكن تراجع مرة ثانية يعني، وأتمنى أن العربي يرجع مرة ثانية للمنافسات في البطولة. من المدربين بالمراحل السنية وليد محارب، كابتن خالد النكاس، وأبرزهم للأمانة المرحوم كان سعود الرباح يعني. سعود الرباح كان كان أخ ومدرب وأب قبل لا يكون أساساً مدرب داخل الملعب يعني، يعطيك ثقة، يعطي اللاعب ثقة كبيرة حتى لو كان اللاعب مستوى لا شيء أو أنه تحت المستوى، يعطيك الثقة ويعطيك مجالك ويعطيك فرصتك إنك تلعب وتثبت يعني تثبت وجودك داخل الملعب يعني. فهذا لا يمكن كانوا المميزين أو الأبرز صراحة يعني في بالحياة، وكان المدرب كابتن فهم الخضرة يعني له دور كبير، نمسي عليه بالخير يعني. فهم الخضرة بعد اللي حققنا إنجاز معه ب 2008 كان هو المدرب، وكابتن خالد النكاس اللي كانوا معه هم يعني كانوا في كرة السلة يعني. يعتمد على المجموعة اللي عندك داخل الملعب يعني، المدرب الأجنبي له فكر معين، المدرب المحلي له فكر. طبعا المدرب الأجنبي ممكن يكون إنه بحكم إنه هو متفرق لهذا المجال يعني، أو إنه كمدرب أنا في تطوير نفسه في تطوير أمور كثيرة يعني، عكس المدرب المحلي ممكن يطور نفسه ويبرز ويحاول يدش في أمور معينة في كتدريب ودورات، ولكن تدري العمل والاحتراف أو العمل والتدريب راح يكون صعب على المدرب المحلي يعني، مو صعب بمعنى صعب، ولكن
يعني المدرب الأجنبي متفرغ لهذا، هذه شغلته، يعني شغلته أنه هو مجبر أنه يطور نفسه، مجبر أنه يروح في دورات، مجبر أنه يتعلم أشياء جديدة. هي أيضا المدرب الكويتي، ولكن تدري قلت لك عامل هو مو محترف، فدام أنه مو محترف يبقى يعني العمل والوظيفة والبيت والأهل، هذا اللي عيقه. يعني الصعوبات قلت اللي هي كانت بالمراحل السنية، يعني بالمراحل السنية لما أنت تلعب وأنت ما عندك مجموعة أو فوق ما في لاعبين أنت تشوفهم أنك كنت تتمنى أنك تلعب معاهم، يعني مثل الفريق الأول لما نتكلم عن نادي القادسية ولا نادي الكويت ولا نادي كاظمة، اللاعبين الصغار لما كانوا يلعبون كان يتمنى أنه يلعب مع الفريق الأول لأن في مجموعة كبيرة فوق تنطره، يعني يتمنى أنه بس أنه يشارك معهم أو ندش وياهم التمرين. إحنا لما كنا بالعربي ما كانت عندنا هذه المجموعة، أو قلت لك من فل الفريق اللاعبين الفريق الأول اللاعبين كلهم ابتعدوا عن الرياضة، يعني وخروا عن كرة السلة بشكل نهائي، فما كان عندنا فريق أول. فإحنا اللي سوينا الفريق الأول بالعربي يعني، وإحنا ضلينا نفس المجموعة كنا ننتقل مع 17 و 19 فكنا نلعب مع بعض، فتدري ما راح لاعب 17 كان يلعب مع 19 و17 لعب مع 19، فكنا مقارب من بعض يعني. فهذه الصعوبات اللي كانت، ما في واحد، ما في احد فوقك كنت تتمنى انك تلعب معاه او انك تشوفه يعني، او انه مع الفريق الاول يعني. هذه كانت صعوبات بالنسبه لنا يعني، مع بالاضافه الى بعض الامور اللي تصير بالمشاكل بالنادي، من لما تلعب مع الفريق الاول ينقصك محترف، ينقصك لاعب مكان معين او مركز معين، وما يتوفر هذا اللاعب وما عندك هذا اللاعب، هذه الصعوبات تكون بالنسبه لنا احنا يعني. للاسف انا الحين ما سويت اعتزال، ما صار الاعتزال يعني مع العربي، طلعت من العربي كنت يعني بعد ما وصلت في 2011 ظليت مع المرحوم سعود الرباح، يمكن مساعد مدرب مو بشكل رسمي، كنت أساعده، وبعدها ظليت أنا أخذت دورات تدريب وشهادة تدريب وظليت مع النادي العربي، وفكرت إنه ما فكرت إني أنا أسوي اعتزال نهائياً يعني. ويعني أكثر من شخص قال ليش ما تسوي اعتزال، الأمور هذه ما صارت الفرصة للأمانة إن يصير في اعتزال فيها يعني، وللحين يعني، وإن شاء الله يمكن ليش لا. في كرة السلة 2008 قلت لك البطولة اللي خدناها كان لها صدى كبير يعني، صدى كبير يعني بالشارع الرياضي او بالرياضه بشكل عام، وحتى للجمهور العرباوي يعني. فهذه كانت فرحه لا تنسى صراحه يعني، ب 2008 بعد ما اخذنا اول ميداليه كانت لي يعني مع الفريق الاول يعني، والاخيره يعني كانت مع الفريق الاول ب 2008. فهذه كانت يعني أجمل لحظة صراحة لما رفعت كأس الاتحاد بعد 30 سنة، شعور لا يوصف يعني صراحة، ما أدري إيش أقول لك يعني، بس كانت الفرحة وايد حلوة يعني، وايد وايد كبيرة يعني. أنا أتوقع صعب جدا 16 نادي يلعب كرة سلة خاصة بالظروف هذه يعني، إذا أنت تتكلم عن نادي القادسية، نادي الجهرة، نادي العربي في المراحل السنية، بس إذا ما في لاعبين، أنت لو طالع الدوري الكويتي تحت أو طالع الصغار في فرق قاعد غلب الفرق الثانية 120 130 16 30 40، وفي فرق ما عندها قاعدة أساسية، فصعب أن ترجع مرة ثانية إذا ما كان في دعم أو في ميزانية مخصصة فقط من الهيئة، لمن الهيئة أو المسؤولين يخصصون مبلغ مادي فقط لهذه اللعبة، ما تروح للعبة ثانية فقط لكرة السلة، هي ممكن أقول لك ترجع الرياضة أو ترجع كرة السلة يعني، الميزانية فقط تروح لكرة السلة فقط، إذا ما عندك ما تنصرف لك هذه الميزانية، هني ممكن ترجع الرياضة مرة ثانية وترجع الكرة مرة ثانية، بس أما غير كذي صعب جدا يعني. شكرا لكم مرة ثانية على الاستضافة، ويعطيكم العافية وموفقين خير إن شاء الله يا رب. أسعدنا جدا الكابتن محمد أبو عباس بتواجده معنا في برنامج لقاء خاص، وعرفنا جزء يعني من مسيرته الرياضية مع النادي العربي، مسيرته الرياضية مع لعبة كرة السلة. أعزائي المشاهدين، كما تعلمون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا بحلقات جديدة، إلى اللقاء.